النهارده هنعمل البيتزا بشكل حلو كده لذيذ، ينفع يتقدم زي الميني كده بس شكله احلى من الميني شويه. طيب العجينه بقى عباره عن ايه؟ نمشي واحده واحده. العجينه عباره عن ايه؟ نقول تاني وتالت وعاشر. نص كيلو دقيق هيعمل لك حبه كويسين، يعني هطلع هتشوفين هطلعهم، لان ما عنديش منها نسخه، انا جايبه لكم العجينه وهعملها معاكم ونطلعها ان شاء الله على الهواء بالسلامه ان شاء الله. طب في الاكل دايما بيبقى كده يعني. فعندنا نص كيلو من الدقيق، ربع كوبايه من الزيت، معلقه كبيره خميره، معلقه سكر ورشه ملح، تمام؟ ده كده العجينه. فعندنا هنا ثلاث كوبايات دقيق، ربع كوبايه من الزيت، معلقه خميره، معلقه سكر، رشه ملح، وميه للعجن. الصلصه، ما احنا عندنا حاجتين اساسيين، حاجتين اساسيه جامد جدا، العجينه والصلصه. صلصه البيتزا، صلصه البيتزا عباره عن ايه؟ عصير طماطم، معلقه ثوم مفروم، زعتر، وشويه زيت وملح وفلفل، وكل ده على النار، تمام؟ يغلي لغايه ما ايه يتسبك، واحط استعمله بارد بارد على العجينه. خلاص الحشو عندي ايه؟ اهي الحشو اهي، فلفل الوان مفروم صغير، وجبنه رومي، جبنه موتزاريلا، وشويه زيتون بس. بس انت بقى عايزه تزودي هنا فراخ قطعيها صغير وسويها، لحمه مع الصاجه، سجق سويها، اي لحوم بتتحط مستويه اختياري بالنسبه لك، حطي اللي انت عايزاه فيها، تمام كده؟ فانا النهارده عشان هي بسيطه كده وجنب حاجات تانيه، فقلت اعملها بالجبن بس على قد الايد بالظبط كده. تعالوا بقى هنا نعمل العجينه. بسم الله، هناخد هنا الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، عليه معلقه الخميره، معلقه السكر، رشة الملح، ونقلبهم. ربع كوباية الزيت وشوية مية، ونعجن ونعجن ايه؟ عجينة طرية متماسكة، ركزوا في متماسكة، مش عايزاها طرية قوي عشان هتفرد بالنشابة وقطاعه وحركات اهو. بصوا العجينه اهي، بصوا متماسكه اهي، شايفين عامله ازاي؟ خلاص سيبها تخمر. يبقى احنا اول حاجه عملناها العجينه، خلاص خليها كده هفرزها دلوقتي. عملنا العجينة خلاص، تعالوا بقى الصلصة. الصلصة انت ممكن كمان ايه، ممكن بعد كده تعملي الصلصة الاول عشان تسيبها تبرد، انا كده كده جايبة صلصة باردة، بس انت ممكن مثلا قبل ما اعجن كمان العجينة تقعد قد ايه تخمر؟ نص ساعة. كويس قوي، لا نفشت كده بقت كويسة خلاص. فممكن الاول تروحي حاطة الصلصة على النار على ما تعجني وتسيبيها تخمر، كل صلصة بردت. بصوا بقى الصلصه، عصير طماطم من الخلاط عادي اهو، عادي جدا ماشي. بصوا بقى هنا ايه، عصير طماطم، ثوم مفروم، زعتر، ملح، فلفل، ركزوا معايا ركزوا معايا، زيت، زيت زيتون او زيت عادي حسب ما بتحبيه. شفتوا ايه؟ كله على بعضه، كله ايه؟ كله على بعضه كده. خلاص نقلبهم ونسيبهم ايه يتسبكوا. دي كده بيتزا الصلصه، صعبه بيتزا ال صلصه البيتزا. لا اله الا الله. ماشي، بص الخطوه اللي بعديها، احنا كده عملنا ايه؟ عملنا العجينه وسبناها تخمر وخمرت بسم الله الرحمن الرحيم، لا سحر ولا شعوذه، وعملنا الصلصه وهي بارده، تمام. طيب ادي العجينه بتاعتنا، هنجهز صينيه كب كيك. ماشي،
صينيه ايه؟ كب كيك. نفرد بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلت لك العجينه دي احنا ممكن نطعمها باي طعم، طعمها بكمون، طعمها بزعتر، طعمها بايه تاني، ثماء، طعمها بكلمكم بقى اللي يليق عليها يعني، حبه البركه، طعمها بيه سمسم، مش هيقول لا. بس سويت. طعميها بقى باي حاجه ايه انت عايزاها. بص انا برفع، ها برفع انا، ماشي. جيب بقى قطاعه او كوبايه بس ما تكونش كبيره، يعني بصوا قد ايه، ما تكونش كبيره كده، ونبدا نقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى، بصوا انا عملت ايه، ناخد الدايره دي كده بنوقفها على الجنب كده، انا الكوكب كده دهناه بالزيت، واخد دي فوقيها كده، واخد دي فوقيها كده، على حسب ما ياخد معاكي كام دايره، ماشي. خد اربعه، خد خمسه، حسب ما ياخد معاكي كام دايره. عشان كده بقول لك خفيها علشان تبقى ايه يعني رفيعه احسن. يعني هنا تاخد معايا ايه خمسه اهو، خلاص. هناخد الصلصه بقى الايه دي اهي، بصوا صلصه البيتزا اللي عاملينها وبردت، لازم تكون بارده. وهناخد نحط كده في كل وردايه شويه، دي كده وردات البيتزا اللي هتبقى لايقه، وقمر اللي هياخدها هيشبع على فكره. مليانه فيها عجين كتير، فهي هياخد واحده هيشبع. ممكن بقى ايه زيتون كده اهو، الفلفل الوان، ماشي. مقطعه رفيع ازاي عشان طبعا واحده صغنونه. ممكن زيتون اسود، كل واحده اتنين كده، ممكن الاتنين على بعض، ممكن تحطي زيتون على فلفل، يعني ممكن ندي الفلفل ده حبه صغيرين كده من الفلفل، انما انا حطيت فلفل عميق. ممكن الفلفل العميق ده نحط له كل واحده زيتونه واحده، ماشي. بقول لك الحشوات هتبقى قليله جدا. هنا اهو جبنه رومي، جبنه رومي كتير حطهم فين؟ مفيش كتير. جبنه موتزاريلا عليها كده، وروح مدخلها الفرن على طول، ما تسيبهاش تخمر بقى خلاص، ماشي. دخلي الفرن على طول، دخلوا بقى الفرن، ماشي ماشي. اول وصفه خلصت.